أحييكم وأستهل النشرة بالعناوين. مرسي المعزول صار مسجونا والإخوان يردون إنها عودة إلى نظام مبارك. سفيرة الاتحاد الأوروبي أوصلت الرسالة إلى حزب الله. عون التمديد لقائد الجيش غير قانوني وهو عرضة للطعن. مصر على موعد اليوم مع تظاهرات لكل من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومؤيدي دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى التظاهر لتفويض الجيش محاربة العنف والإرهاب. وبدأت مسيرات الإخوان بعد صلاة الجمعة من نحو 30 مسجدا باتجاه منطقة رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في الجيزة وسط إجراءات أمنية كبيرة. في المقابل سيحتشد معارضو مرسي بدءا من العصر في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية. وفي تطور قضائي أمر قاضي التحقيق بسجن مرسي 15 يوما احتياطيا بتهمة التخابر مع حماس واقتحام السجون. وفيما رأت جماعة الإخوان أن قرار سجن مرسي يمثل عودة قوية للحكم السابق، دانت حركة حماس القرار معتبرة أن السلطات المصرية الحالية باتت تتنصل من القضايا القومية والقضية الفلسطينية. وبالتزامن مع جمعة التظاهرات الفضائيات المصرية عدلت برامجها. إن القنوات المصرية سواء العامة أو قنوات الدراما لن تعرض المسلسلات الرمضانية يوم الجمعة 26 يوليو اعتبارا من موعد صلاة الجمعة وحتى فجر السبت، وذلك لتنقل صورة كاملة لصوت وإرادة الشعب المصري في القاهرة وجميع المحافظات. الجمعة 26 تموز توقف رمضان على القنوات الخاصة المصرية، اختفت المسلسلات والبرامج، واحتل المشهد بطل الشاشة الجديد الفريق الأول عبد الفتاح السيسي. على سي بي سي وسي بي سي بلس 2، 26 يوليو مصر ضد الإرهاب. فليشهد العالم. هذه عينة من التغطية التي بدأت منذ فجر الجمعة على القنوات المصرية الخاصة والتي فتحت هواءها منذ الصباح الباكر لتشجيع المصريين على النزول إلى ميادين مصر تلبية لدعوة السيسي. والقنوات هي سي بي سي وأون تي في، وهما أبرز قناتين خاصتين في مصر، ومعهما كل من دريم والنهار وصدى البلد والمحور والتحرير والقاهرة والناس. أما قناة الحياة فقررت الاتحاق بزميلاتها بعدما قيل أنه اتصال شخصي من السيسي لرئيس مجلس إدارة المحطة، وبالتالي فإن برنامج أنا والعسل الذي تعرضه الحياة وقناة LBCI لن يعرض الليلة. الكنيسة القبطية دعت المسيحيين ليصوموا الجمعة مع المسلمين إلى حين انتهاء المليونية. الصحافة أصابتها هستيريا تفويض مكافحة الإرهاب، والتلفزيونات تفننت في عناوين تغطيتها من ضد الإرهاب إلى فليشهد العالم وكل ميادين مصر ضد الإرهاب. هذا تحديدا ما يصطلح تسميته حمى عبد الفتاح السيسي. الجمعة 26 يوليو. ومن غليان مصر إلى غليان تونس غداة اغتيال محمد البراهمي. حال غليان يعيشه الشارع التونسي في عقاب اغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي، رغم الإضراب العام الذي دعت إليه المعارضة والحداد الوطني الذي أعلنته الرئاسة. وكشف المدعي العام أن البراهمي أصيب ب14 رصاصة، وتشييعه سيتم السبت في مقبرة الجلاز في العاصمة تونس. وبلادنا اليوم في حاجة إلى بديل جديد لإنقاذها من الانهيار، حكومة بديلة، حكومة إنقاذ وطني. تحرك المعارضة التونسية تسارع ليلا لتعلن مجموعة من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني تأسيس جبهة للإنقاذ الوطني محملة لترويكا التي تمثل الائتلاف الحكومي وعلى رأسها حركة النهضة مسؤولية انتشار العنف وما وصفته بالجريمة السياسية المنظمة التي طالت لطفي نقد وشكري بالعيد ومحمد البراهمي. جبهة الإنقاذ الوطني أبدت الاستعداد لدعوة الشعب التونسي للعصيان المدني السلمي وحددت العناوين العريضة لمهمتها وتشمل تشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني، الاستعانة بخبراء قانونيين لاستكمال صياغة الدستور في غضون شهرين، عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي، تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها تعد الانتخابات، وبرنامج وزاري يتضمن إجراءات إنقاذية اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية.
إذن المعارضة وضعت أرضية انتقالية للحكم في تونس وتنفيذ يتطلب مشاركة شعبية من خلال عصيان مدني، فهل يشعل اغتيال البراهم ثورة شبيهة بالتي أشعلها محمد بوعزيزي؟ ومن الوضع التونسي إلى الشأن اللبناني، فقد دخلت اليوم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الجناح العسكري لحزب الله حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد. في الموازاة، واصلت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخورست جولتها على المسؤولين اللبنانيين، وبحثت مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حيثيات القرار الأوروبي. كذلك جرى عرض أوضاع النازحين السوريين في لبنان والتعاون القائم بين المؤسسات الدولية والأمن العام. إيخورست أكدت في اتصال هاتفي مع برنامج نهاركم سعيد أن رسالة الاتحاد الأوروبي واضحة برفض الإرهاب على أراضيه، مشددة على الشراكة القوية بين لبنان وأوروبا واستمرارها. ولفتت إيخورست إلى أن اجتماعاتها بمسؤولي حزب الله كانت جيدة ولم تسمع أي تحذير، مشيرة إلى أنها أوصلت الرسالة إلى الحزب. نحن لا نستهدف أي أشخاص من خلال هذا القرار. تعاوننا مع لبنان مستمر. الحوار والتعاون مع الأطراف السياسية في لبنان مستمر. لبنان قرر منذ وقت طويل أن حزب الله شريك استراتيجي، ونحن سوف نستمر بالعمل مع جميع الأطراف والشركاء في لبنان. دعمنا مستمر وقد يكون دعم أكبر نظرا لحاجات هذا البلد. السفير السوري علي عبد الكريم علي بحث مع وزير الخارجية عدنان منصور في القرار الأوروبي، معتبرا أنه يشكل حرصا على التغطية على أي عدوان تفكر فيه إسرائيل. ورأى علي أن قوة المقاومة وصمود سوريا دولة مقاومة وداعمة للمقاومة شكلا أرضية للتفكير الأوروبي والهلع الإسرائيلي والتخطيط للتآمر على المقاومة. ولكن كل هذا يعني قرئ بمنطق الارتباك الأوروبي في اتخاذ مثل هذا القرار وتداعياته التي نرجو أن تكون خسراناً للدول التي اتخذت هذا القرار ولإسرائيل صاحبة المصلحة في هذا القرار. طالب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن تسلم الولايات المتحدة سريعا مقاتلي المعارضة أسلحة تمكنها من مواجهة ترسانة الرئيس الأسد. وقال الجربة بعد لقائه كيري في نيويورك إن الأسد يسعى إلى الانتصار عسكريا من خلال ترسانة تتراوح من الأسلحة الكيميائية إلى القنابل الانشطارية، وأوضح أنه ما دام النظام لم يوافق على حل سياسي فالمعارضة تحتاج للدفاع عن نفسها. ويلتقي الجربة اليوم في نيويورك أعضاء مجلس الأمن الدولي. تزايد أعداد النازحين إلى لبنان قد يتسبب بأزمة اقتصادية كبرى. أعداد النازحين السوريين الذين يسجلون أنفسهم في لبنان لدى المفوضية العليا للاجئين أو UNHCR مستمر في الارتفاع. أكثر من 630 ألف بحاجة إلى مساعدات من كل الأنواع. لم يعد بإمكانهم تأمين المأكل أو المسكن أو الطبابة، كما لم يعد بإمكان العائلات اللبنانية والمجتمعات اللي حضنتهم من تحمل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن وجودهم. تقول لينات كيلي أن إمكانية تأمين بلدان مضيفة لهم ضئيلة جدا، فألمانيا كانت البلد الوحيد الذي قبل باستقبال 5000 لاجئ سوري آتين من لبنان، وهو عدد متدني جدا بالنسبة لمئات ألف اللاجئين الموجودين في لبنان. نحن نركز اليوم على تأمين المساعدات للمجتمعات اللبنانية التي تستقبل اللاجئين، ونضع الكثير من الجهود لتأمين دعم أكبر للبنان، وذلك عبر مساعدة الحكومة والمجتمعات المضيفة في إدارة ما يعتبر أزمة كبيرة جدا هنا. يخشى المسؤولون الدوليون أن يؤدي مزيج الإقامة الطويلة الأمد للسوريين في لبنان وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلد إلى انفجار أزمة يستحيل إدارتها، وبالتالي تتجه المؤسسات الدولية اليوم إلى طلب تمويل مشاريع إنمائية في المناطق اللبنانية بدلا من الاكتفاء بجمع الأموال للمساعدات الإنسانية.
ستكون أزمة طويلة الأمد وسيزداد عدد اللاجئين الآتين من سوريا إن كانوا سوريين أو فلسطينيين، ويجب مساعدة لبنان على تحمل الوضع في السنوات المقبلة. يذكر لوكاراندا بأن هناك أزمة أخرى سيكون على لبنان مواجهتها قريبا، وهو عدد الطلاب السوريين النازحين والذي يتعدى عدد التلاميذ اللبنانيين في المدارس الرسمية. طلاب لن يتمكنوا من متابعة دراستهم، وهذا الأمر يهدد مستقبل جيل بأكمله. تتابعون بعد الفاصل على أبواب المستشفيات. شدد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون على أن التمديد لقائد الجيش غير قانوني وهو عرضة للطعن، مؤكدا أنه سيتخذ الموقف الملازم أو اللازم من هذا التجاوز. عون وفي مؤتمر صحفي في الرابي نبه الشعب اللبناني من أن المكلفين إدارة الحكم في لبنان يسيرون باتجاه تفكيك الدولة وإلغائها وبالتالي إلغاء لبنان بشكل غير قانوني. بدون يعينوا قائد جيش بالمخالف مخلفين متجاوزين صلاحياتهم، متجاوزين مجلس الوزراء، متجاوزين الدستور. الصلاحية لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء فيه يجتمع، ما في يقرر مسبقا انه مختلفين حتى يفرض إرادة بعض الأشخاص يلي هني بالسلطة. عندنا المجلس الدستوري إذا بعده عم يشتغل، في عنا مجلس الشاورة أذا بيشتغل إن شاء الله ما حدا يروح يلقطهم بالكلابات بل ينظروا بالطعن. وفي عنا موقف إيه مثل ما قلت من شرعية القرار يلي بيمثل يلي بيمدد لقائد الجيش. هذا القرار نعتبره نحن غير شرعي وما يستتبع ذلك من مواقف. دعا وزير الداخلية مروان شربل بعد لقائه وزير الاتصالات نقولة صحناوي إلى التنبه للأجواء الأمنية وتزويد الأجهزة بالمعلومات، مؤكدا التعاون بين الوزارتين على هذا الصعيد. كل السياسيين معنيين، كل لبنان معني بالحفاظ على الأمن والاستقرار. بقى في شغلة كتير مهمة إن كانت بوزارة الداخلية أو بوزارة الاتصالات هو الخصوصيات الشخصية. نحن لا نقبل بأن نلحق أو نتابع أو نتجسس على أي اتصال بيلحق الأذى بالخصوصيات الشخصية للأشخاص. هذا بالقانون مصان وهذا بالأمن أكيد يعني مبرر، ونحن بسنتين من سنتين لليوم فينا أكد لك ما في طلب واحد محدد يعني من مضى على الحارك. في موضوع تاني له علاقة بالطلبات الطارئة مثل ما قال مع الوزير شربل، هل الموضوع عم بيتم حتى للتسهيل يعني على الهاتف. توكل النائب بطرس حرب قضية هاشم السلمان الذي قضى في تظاهرة أمام السفارة الإيرانية. حرب الذي التقى أسرة السلمان أشار إلى أنه تولى القضية بعد 50 يوما من عدم اتخاذ القضاء أي تدبير. اعتصم عدد من المصلين في باحة مسجد بلال بالرباح بعد انتهاء صلاة الجمعة وأطلقوا شعارات مؤيدة للشيخ أحمد الأسير. وقد ألقى الشيخ عثمان حنيني كلمة دعا فيها إلى وقف التجاوزات والاعتقالات وطالب بعقد محاكمات عادلة للمتهمين في أحداث عبرة. وكان إمام المسجد محمد أبو زيد قد دعا أيضا في الخطبة إلى إطلاق سراح من سماهم الأبرياء وطلب بوقف الملاحقات وبمحاكمة عادلة للمتهمين. وفي طرابلس نظم أهالي مخيم نهر البارد اعتصاما أمام مقر الأونروا في بيروت اعتراضا على طريقة دفع التعويضات لهم، كما طالبوا بالإسراع في تسليمهم منازلهم. وحمل المعتصمون مسؤولية أوضاعهم لوكالة الأونروا والمسؤولين عنها. ما هي قصة مواطن سوري على أبواب بعض المستشفيات اللبنانية؟ زيتوني هون من الصبح، مزجوت مرهيك مثل الكلب، مثل الكلب زعتيني بسمش على المزاري. نعم، هذه الصور التي نعرضها من الواقع، صدقوا
هي صور لمواطن سوري مرمي في أروقة مستشفى نوفل في بئر العبد، وزنه 400 كيلوغرام، وهو مصاب بمرض السمنة نتيجة تناوله أدوية تحتوي مادة الكورتيزون. أول ما لبق الناب مستشفى بشامون هي قالت إنه لا تتكفل فيني بالعلاج وبيعملوا لي شفط، وقت وصلنا لهنيك صار بدهم 500 دولار بالليلة، بعتوني على مشفى الحريري قال هي مشفى مجاني وبتستقبله، وقت عرفوا انه الشغلة مجانية والله ما خلوني انزل من السيارة. جينا والله على المشفى لهون البلا رحمي بدهم مصاري، لك ما معنى يا جماعة اصبروا علينا. LBCI وبعدما علمت بأن المواطن نقل إلى سوريا حاولت مرارا الاتصال بإدارة مستشفى نوفل للاستيضاح من دون تلقي جواب وافٍ. تتابعون بعد الفاصل. إسبانيا تلملم جراحها. إهانة الرئيس الفرنسي لم تعد جريمة بعدما وافق البرلمان على تعديل التشريع الذي يعود تاريخه إلى العام 1881 لصالح حرية التعبير، وبعدما كانت أي إشارة وقحة تعرض صاحبها لخطر الغرامة الفورية بتهمة الإساءة، بات الرئيس الفرنسي في فئة الوزراء وأعضاء البرلمان، وبالتالي يحتاج إلى قاض لإثبات وقوع تجريح أو تشهير. وقد جاء هذا التغيير بعدما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أذار الماضي بأن فرنسا انتهكت حق متظاهر في حرية التعبير عندما قامت بتغريمه لحمله لافتة عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي يصفه فيها بأنه أحمق. دعا المدعي العسكري في محاكمة الجندي برادلي مانينغ المتهم في أكبر قضية تسريب وثائق سرية في تاريخ الولايات المتحدة إلى إدانته بالتواطؤ مع العدو أي تنظيم القاعدة، وبالتالي سجنه مدى الحياة، على اعتبار أنه كان يعلم جيدا أنه يخون بلاده وجيشه حين سرب وثائق عسكرية دبلوماسية إلى موقع ويكيليكس. وفي وقت تبقى إسبانيا في حال حداد رسمي وبعد الانتهاء من أعمال الإغاثة وسحب الجثث من موقع أسوأ كوارث القطارات في تاريخ البلاد التي راح ضحيتها نحو 80 مسافرا إضافة إلى إصابة 112 جريحا، بدأت أعمال رفع الركام والحطام تمهيدا لإعادة فتح الخط من جديد. في هذا الوقت تتجه الأنظار إلى نتائج التحليلات التي ستجري على الصندوقين الأسودين لتبيان سبب السرعة الفائقة للقطار الذي كان متجها إلى محطة سانتياغو دي كومبوستيلو. في الختام شكرا لكم، إلى اللقاء.